كنا اتكلمنا في أول الحلقة عن دور الأحزاب في مجلس النواب في هذه الأزمة الأخيرة، زيادة أحمال أو تخفيف أحمال الكهرباء من ساعتين لثلاثة، وماذا تستطيع الأحزاب وخاصة أحزاب الأغلبية. معانا الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أهلا بك يا فندم. أهلا بسيادتك عمرو بيه، أهلا وسهلا. كنا عايزين نسأل دور حضراتكم في الأزمة دي. حضرتك عارف طبعا الأسبوع اللي فات ده في أزمات في موضوع الكهرباء، والكهرباء والطاقة قرروا أو البترول قرروا أن هم يزودوا قطع الكهرباء من ساعتين لثلاثة. دور الحزب إيه؟ أولا يا عمرو بيه، يعني أنا بحيي سيادتك أن أنت بتتحدث في هذا الأمر، بس أنا الحقيقة عمرو بيه بيهمني أن أنا أوضح أن حزب الأغلبية أو حزب مستقبل الوطن، حزب الحقيقة عمرو بيه متواجد بقوة داخل مجلس النواب. احنا عندنا النهاردة مجلس النواب الحقيقة بتشكيلاته بأحزابه، لو سيادتك تشوف حجم المناقشات اللي بتحصل، حجم الشغل اللي موجود داخل اللجان، رئيس المجلس قام قانونية هائلة. وبالتالي انا عايز اطمن الناس ان حزب الأغلبية ما فيش مشكلة في مصر يا عمرو بيه الا واحنا متابعينها، ونواب مصر اللي انتخبهم الشعب المصري بيتابعوا كل المشاكل اللي بتهم المواطن المصري. مشكلة الكهرباء زي ما سيادتك عارف احنا عندنا أزمة موجودة في معظم دول العالم بسبب تغيرات المناخ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بسبب ارتفاع المواد البترولية. احنا دائما يعني حضرتك مجلس النواب ولجنة الطاقة بتعمل ليل نهار ومتواصلين مع السادة الوزراء المختصين في هذا المجال. يمكن ما حدش يعرف حضرتك ان حزب مستقبل الوطن بيستدعي الوزراء المتخصصين ولقاءات، يعني يمكن ما فيش شهر بيعدي الا لما بنجتمع اجتماع واثنين وثلاثه مع السادة الوزراء المختصين عشان نشوف المشكلة الموجودة. المشاكل الموجودة الحقيقة مشاكل بتحتاج فكرة وبتحتاج إمكانيات اقتصادية. الدولة المصرية مش متأخرة، احنا كمان يا فندم بنستخدم كل أدواتنا. ولو سيادتك رجحت الفترة اللي فاتت هتلاقي ان حزب مستقبل الوطن أكبر حزب قدم أدوات رقابية في كافة المجالات. يمكن أنا كنت متابع سيادتك وحضرتك جايب زميلي العزيز النائب أحمد بدوي بتتكلم على مشكلة وغيرها، مشكلة التموين، وشفنا النواب عملت إيه في المجلس عشان قضايا التموين. شفنا حضرتك مناقشات أعضاء حزب مستقبل وطن وإحنا بنناقش موازنة الدولة وحريصين على كل مليم، لكن في نفس الوقت عندنا استيعاب للمتغيرات الموجودة العالمية والمحددات، وعندنا فكر إزاي الدولة دي تعدي. هي المسألة الحقيقة إحنا التوقيت اللي إحنا موجودين فيه عمرو بيه مش خناقة بين الحكومة ومجلس النواب، في سلطة تنفيذية وفي سلطة تشريعية، إحنا عارفين أدواتنا الرقابية كويس قوي وبنستخدمها كويس قوي، لكن في نفس الوقت عارفين المحددات وبنعمل دعم للدولة المصرية عشان نعدي ونتخطى كل المشاكل. الحزب مستقبل الوطن كمان عايز اقول لحضرتك ما فيش واحد في مصر النهارده ينكر انتشار الحزب عمرو بيه الحقيقه في جميع احياء ومحافظات مصر. هو في حد ينكر الدور الاجتماعي اللي بيعمله حزب مستقبل الوطن والقوافل اللي عمال يطلعها بجهود من اعضائه، والقوافل الطبيه والقوافل الغذائيه، وموقف الحزب في جميع الاستحقاقات اللي كانت بتهم الشارع، موجودين داخل مجلس النواب وبكل قوة، وعندنا أعضاء عندهم فكر النهاردة عمرو بيه الحقيقة فكر اقتصادي وفكر علمي وفكر يعني على أعلى مستوى. الأعضاء اللي منتخبين بإرادة شعبية موجودين، لو حد رجع 315 نائب بتوع حزب مستقبل الوطن معظمهم بالمناسبة عكس ما الناس متوقعة نجحت في دوائرهم
بإرادة شعبية بالفرد، القوائم انحازت للفئات اللي نص عليها الدستور. معظم ال 315 دول جايين من بإرادة شعبية ومعايشين لحظة بلحظة تقريبا. عمرو بيه، احنا زينا زي اي مسؤول في هذه الدولة، مهمومين ليل بنهار. بس في فرق بين ان احنا يمكن ما فيش تغطية إعلامية جيدة للنشاط اللي موجود سواء داخل المجلس سواء داخل اللجان. أنا يعني هو المفروض يبقى فيه نشاط أكتر من كده عشان الناس تعرف حضراتكم بتعملوا إيه. النشاط حضرتك، الحقيقة حضرتك المجلس النواب وعلى رأسي قامة زي السيد رئيس المجلس ليل بنهار اللجان بتشتغل. يعني إحنا حضرتك حتى في الفترات الأجازات بتجد حضرتك في انعقاد للجان النوعية، بنتناول وبنستدعي الحكومة مناقشات ليل بنهار. لكن لدينا الخبرة اللي بتخلينا كمان هو ايه الموضوع اللي اثيره واثره على الدولة المصرية. لكن المناقشات الوطنية المتزنة الهادفة لصالح هذا الوطن بتطلع من داخل حزب الأغلبية بفضل ربنا. وأنا مستعد أبعث لحضرتك كم طلبات الأدوات الرقابية اللي أعضائنا استخدموها واللي تناقشت. ما فيش قضية واحدة يا عمرو بيه ما تابعناهاش وعملنا عليها عدة جلسات داخل اللجان بوجود كل مسؤولي الدولة، وبنشوف نطلع بإيه وإيه اللي يتم إعلانه وإيه اللي أنا لما أعلنه يحقق نجاح ودعم للدولة المصرية، وإيه اللي لما يتم إعلانه بيبقى له أثر سلبي مش محتاجينه. إحنا النهاردة في توقيت بنحتاج كلنا نتكاتف، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، كل السلطات بتتكامل النهاردة عشان احنا ما احناش منعزلين عن العالم. هو في دوله النهارده ما عندهاش تحديات؟ احنا كمان كدوله مصريه عندنا تحديات، لكن بنملك ادواتنا. وان شاء الله يعني انا بطمن سيادتك، لا اداء مجلس النواب، زملاء النواب، رؤساء اللجان، وكلاء كل ده خليه عمل. لو حبيت سيادتك ابعت لك الجدول أعمالنا اللي موجود في الأسبوع، مش معلن ومش متغطي، لازم نغطي أكتر من كده، لأن ده حق ده بالعكس ده حقنا إحنا كنواب النهاردة إن الناس تشوف نوابها بتقول إيه وبتعمل إيه عشان نقتحم ونواجه القضايا. دكتور عبد الهادي، الأسبوع اللي فات ده أو كم يوم اللي فاتوا دول والفترة اللي جاية، الحكومة لظروف اقتصادية كلنا عارفينها قررت انها هتزود قطع النور من ساعتين لتلاتة. نعم. حضراتكم عملتوا ايه في هذا الامر وكان تعليقكم ايه او هتعملوا ايه في هذا الموضوع؟ تعليقنا النهاردة ان احنا بنجتهد مع الحكومة بقدر الامكان ان احنا نواجه هذه الازمة، نشوف التدبيرات المالية اللازمة عشان نشغل. احنا عندنا الطاقة الانتاجية اللي تمكننا من ان احنا ننتج كهرباء تغطي الدولة بالكامل، وسيادتك عارف ان دي احد المشروعات اللي تم انجازها في عهد السيد الرئيس بعد ما كانش عندنا هذا المقوم. لكن المدخلات والتغذية احنا محتاجين النهاردة ان في اسعار ارتفعت في الخامات وفي الطاقة، محتاجين ان احنا نواكب ده، محتاجين ان احنا نعمل اعتمادات اكتر عشان نقلل هذه المسألة. احنا بنناقش النهاردة يمكن سيادتك ان احنا عندنا ظروف في الامتحانات والسادة النواب واعيين وفاهمين ده، وبنتكلم نقلل عدد الساعات الطاقة انقطاع الكهرباء ازاي، الكيفية بمنطق علمي واقتصادي. ايوه فندم، يعني عملتوا ايه؟ هل تم اجتماع معين؟ جبتوا مسؤول معين؟ طرحتوا ورقة؟ نزلتوا؟ مش مسؤول واحد يا عمرو بيه، ده احنا متابعين القضية لحظة بلحظة ولجنة شغالة. النتيجة دلوقتي احنا محتاجين ان احنا يعني نزود اعتماداتنا شوية، بنعمل معادلة ما بين
وزارة البترول ووزارة الطاقة ووزارة الكهرباء عشان نواجه هذه المسألة. الدولة كلها شغالة في هذه المسألة، مش مجلس النواب بس، مجلس النواب وفي خط مفتوح مع السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، والسيد رئيس مجلس الوزراء استقبل رؤساء اللجان بتوعنا في هذا الشأن وبنتعاون امتى يا ونتفاعل. فندم كان آخر مرة؟ فندم يمكن قبل مسألة التعديلات الحكومية، السيد رئيس الوزراء النهاردة في تنسيق كامل ما بينه وما بين السيد رئيس مجلس النواب، وفي يعني شهريا مجموعة من السادة رؤساء اللجان موجودة في مجلس الوزراء لمناقشة القضايا بشكل علمي ومتخصص ودقيق، وكل الاقتراحات اللي بيقدمها السادة النواب السيد رئيس مجلس الوزراء بيدونها ويسجلها، والحقيقة ان هو كمان بيرد علينا وبيقول احنا هنعمل ايه في المرحلة القادمة. احنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا المرحلة الشديدة بالغة الصعوبة اللي انا بقول لحضرتك ان احنا بنواجه فعلا مشكلة حقيقية العالم كله بيواجهها، واحنا بنحاول نقلل المسألة لأقصى درجة ممكنة. يعني حضرتك لولا التدخلات اللي حصلت من حزب الأغلبية، لولا التدخلات اللي حصلت من نوابنا، لولا الاجتماعات التنسيقية ما بين مجلس النواب وبين السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لكانت النتيجة أسوأ من كده بكتير. احنا النهاردة الحقيقة بنقاوم هذه المشكلة، نتعشم إن شاء الله إن أثرها يعني يتم السيطرة عليه. ما احنا إن شاء الله مش عايزينها تبقى أسوأ من كده، لأنه لا مش هتبقى يعني لأنه هو ده دور مجلس النواب، الدور الرقابي، إنه لما نعرف إن هم بقوا 3 ساعات مش عايزين تبقى الحاجات أسوأ من كده. أنا بشكر حضرتك، شكرا. أنا بشكر حضرتك، شكرا ليك فندم. لحضرتك إن دي مشكلة برضو فيها بعد اقتصادي وفيها بعد رقابي بنأديه، وبنتمنى إن شاء الله يعني القادم. ويا ريت على الموقع بتاعكم تدونا علم أكتر. أنت عارف حضرتك جلسات المجلس ما بيتمش إذاعتها، الناس ما بتعرفش. في عجز يا فندم، خليني أقول لسيادتك في عدم تغطية الحقيقة بما يليق بأداء المجلس النيابي وبأداء زملاء النواب وبأداء الحزب اللي هو أصبح النهاردة الحقيقة موجود وبقوة في كل شارع. والحقيقة يعني محدش ينكر ان حتى الاستحقاقات الحزب كان موجود شكله فيها ايه، وجهد ذاتي ضخم جدا جدا، فليس من العدل اطلاقا ان احنا نهدر لا دور حزب مستقبل الوطن ولا دور الاغلبية ولا دور النواب. الحقيقة لا، النواب المصريين يعني عمرو بيه بيتأدي اداء مميز، ويمكن اللي بيتابع، انا راجل قديم وعجوز داخل المجلس النهاردة، مفكرين وناس عندهم بعد اقتصادي وبعد علمي. والحقيقة ده احنا بنبقى ساعات واحنا بنناقش عملية مفرحة لما تشوف نواب الشعب باستيعاب واحنا بنناقش موازنة، ازاي كانت مناقشات عدة ساعات طويلة ومدخلات من الحكومة ورد من الأغلبية ورد من المعارضين. لا، عايزين ننقل الكلام ده ونغطيه عشان الناس تحس بهذا الجهد، عشان ما تبقاش الدولة المصرية مظلومة في اقتصادها، مظلومة في نوابها. الدولة المصرية احنا محتاجين حضراتكم ان انتوا تستدعوا المسؤولين ان شاء الله بعد تشكيل وزارة. انا فاهمين ان تشكيل وزارة ده هيبقى في ظرف يومين بالكتير. بعد تشكيل وزارة حضراتكم تجيبوا المسؤولين وتسألوهم عن خطتهم، لأنه الشعب عايز يعرف إيه الخطة. يعني إحنا فاهمين إنه في تحديات في هذا الأمر. الدستور بيحتم علينا إن مجلس الوزراء لحظة بعد تشكيله بيقدم الخطة بتاعته، ولا يمكن إن هي. أيوة فندم، لأ أنا أقصد الخطة اللي ليه علاقة بموضوع الكهرباء. الناس عايزة تعرف آفاق هذا الأمر وخارطة الطريق فيه. فطبعا انتوا افضل حد يقدر يعمل كده. حضرتك اعمل لنا مساحه واحنا نيجي نقول لحضرتك اسبوعيا ايه اللي. اهلا وسهلا، يا ريت هذه المشكله، يا ريت والله احنا ما بنعرفش نوصل، بس يعني يا ريت. ده شيء عظيم اللي حضرتك بتقوله ده. شكرا ليك يا فندم. اهلا بك. اهلا وسهلا الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الاغلبيه بمجلس النواب.